هلا جود مورنينج، هلا جود مورنينج، هلا وسر. صبر في ناس صبحون علي الحين. وين الجود مورنينج؟ هلا والله بالكدش. ذكرني بلاعب فرجينه والله في مهنة لاعب فيفا 22. كل يومين 3 أيام أنزل عن فيفا ترى، لو ما تعرف عزيز المشاهد. خلصنا الترويج على السريع، هذه يا طول العمر تقول لي أنا جديدة في المدينة. هلا بالجدد، هلا والله، تو ما نورت في المدينة وأنا بعد جديد والله، وعزابي وكهربائي مسكين على قد. طيب تقول ما مداني أنزل أغراضي كلها إلا وفي سويتشات كثير في البيت الجديد عندي مثل ما تشوفون في الصور، ولا من أبوهم فائدة. ما تقدر تشغل التلفزيون ولا تقدر تشغل ليت الغرفة، غرفة النوم. والحين أعتقد عرفت السبب ليش البيت اللي أجرته رخيص، فعليش نضبط أم الوضع الحين، بس لوكيشن بس. طيب هذا التاسك اللي علينا، نشغل الاوتلت ونشغل الانذر اوتلت وانذر اوتلت والتي في واللامبة في الحمام. اوكي اكسبتد. في واحد هنا بس مش فاضيل له، شكله صغير كذا وبيبثرنا. طيب يا اخوان وصلنا الى بيت الاخت الفاضلة هذه، مثل ما تشوفون توها نقلت مثل ما قالت في الرسالة، ما مداها ترتب الامور والهذا والبوكسات تفكها والشنط. ما شاء الله والله بيت جميل، غرفتين وصالة والمطابخ المفتوحة نظام الأجانب لازم هذا، وطاولة الطعام. هلا جميل جميل البيت والله، اللوحة الطيبة هذه والمنظر الحديقة. المهم مش دخلنا احنا في بيت الحين، وين الفيوز؟ المين فيوز يا عزيزي، لا تنسى المين فيوز. أيوة طيب نجي نطفيه. السلام، هذا المفروض يعطيني دبل اكس بي على السريع. نفتح الباب، لا شكلها أنا متخبي هي، وهذا مسكر الخارجي. نيد كي، طيب وينها؟ وينها؟ يا اخي المفروض تستقبلني كذا تقول لي تفضل مفتاح وكذا. يعني ندور مفتاح الحين ولا ايش النظام؟ اوه في وقت يا اخوان فوق على اليمين. في وقت لازم اخلص المشن، طيب المفتاح ايش دخلني انا ادور المفتاح ولا كهربائي انا؟ ايوه. حلو خلنا نصلح هذا حق التلفزيون. طيب الحين يا اخوان جينا لموضوع الاوتلت. الاوتلت يقول لك يختلف عن السويتش، زين؟ وفي اختلافات بسيطة وفي تشابه بسيط بنشوفها مع شو اسمه في المراحل الجاية. طيب بعد ما تخلص يقولك المفروض انك تقدر تشبك اي شيء، شاحن، تلفون، تلفزيون، وتضبط فيه الوضع. طيب نجي نفتح الفريم السويتش، فتحنا مسمار واحد بس الظاهر، والله مسمار واحد على السريع. اوكي حلو، جينا للموضوع ثلاث الوان. هذا الارضي يا اخوان اللي هو البي اي، وهنا ال N وهذا ال L1. اوكي معلش ابغى ازوم، ما ادري اذا ترتيبهم يختلف ولا لا، يا الكهربائي يعلمونا في الكومنت. هو قال ينتبه على موضوع الاشاير بس. طيب هذا المفروض انك ترجعه، ايوه، وبعدين الازرق يقول لك اشبكه هنا. كل ما اضغط على واحد عادي يرويني المكان اللي اشبكه. بس بكل بساطة يا اخوان تشبك الثلاثة في أماكنهم وترجع مسامرهم وأبد. سكر، رجع المسمار، سكر، واشبك التلفزيون. تعالي تابع اللي بتتابعينه، اللي يمدينا نشله، أيوة اشبكه. دقيقة نشغل المين دي بي، اشتغل التلفزيون تكفى؟ ما اشتغل. يا سلام خلصنا موضوع التي في. الحين عندنا اثنين لامب، الليت في غرفة النوم، وفيه اوتلتين. يا اخوان الوقت يداهمني، ايش الكهربائي هذا؟ وين هذا المفتاح؟ وين باب الغرفه؟ هذا هو. يا سلام حلو. وين السويتش؟ لا مش السويتش، هذا الاوتلت. حلو يا شباب في الخريطه يجلس يرويك، يجلس يرويك فوق مثل ما تشوفون، تمشي تناظر هنا يرويك الشغلات اللي موجوده. دبل اوتلت، سبحان الله كيف اقدر الحين استخدمه يوم خلص الوقت. ولا هذا ما جربته انا، هذا شوف مسمارين. ايوه هنا بدأت تتعقد الامور يا اخوان، بس ما عليكم لعباتي. هذا تفتح المسامير، تجيب شو اسمه هذا وتشبكه هنا، بسيطه. تجيب الاحمر وتشبكه هنا، وتجيب الازرق وتشبكه هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عزيزي المشاهد. والله انتم دارسين 4 سنين كهرباء، ايش تسوون يا اخوان؟ طيب خلصنا يا اخوان من البتاع. اوكي يبان اشبك شو اسمه هذا فيه، بس دقيقه اشتغل ولا ما اشتغل؟ يا سلام حلو حلو، هذا اللي موجود في الغرفه، هذا ما يخصني فيه. باقي فيكس ذا اوتلت، وينه؟
خلنا نتبع السهم اللي موجود. أيوة هذا اللي هنا الظاهر. حلو والله إنه فنان هذا الدليل اللي فوق. أيوة هنا نحتاج سكرو، لازم تمسكه بيدك وبعدين نيجي الموضوع المسامير الثلاثة. أوح 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 تكهربنا يا أخوان، تكهربنا تكهربنا يا أخوان. أنا والله إني طفيت الكهرباء بالحلال. نبرة تراكتو إذا نكتر أبلاد تشوطنا شوي. فقدنا الذاكرة شوي. وين إحنا وين إحنا؟ كويس إني لابس شو اسمه هذا، ترى يوم تلبسون الله يكرمكم النعال. طفل هذا يا بوي. إيه أنا شغلت عشان أشغل تلفزيون، لا حول ولا قوة بالله. طيب حلو، شبكنا الثلاثة خلصنا. سكر المسامير، سكر هذا. والله الموضوع جدا جدا بسيط يا إخوان، توتوريال، لكن أتوقع أنه يعني في البداية كذا يحببك للعبة، عرفت؟ بعدين هذا والله أنه مفروض يعطيني فلوس كثير صراحة على المشن هذا. تعبت تعبت وتكهربت بعد. خلنا نشوف التقييم كم. أتوقع الكهرباء اللي تشوط هذه بتنقص الفلوس. هي كانت 230 أنا ما خاب ظني حدودها. طيب هذا يقول لي شو اسمه، لقيت لي الكونسل هذا مرمي وودي إني ألعب فيه، وأبوه قال له إن البطاريات خربانة في الجهاز هذا، هل ممكن تصلحه يا سيدي؟ I don't have money، ما عندي فلوس. سامحني والله، معلش معلش. نسوي لها مساعدة يا إخوان. I want to play some games، يبغى يلعب يبغى يلعب، نساعده نساعده. تعرف بركة بركة بالوظيفة يا إخوان، مع إنه مكتوب هنا $60، مع إنه مكتوب $60 ما أدري. المهم خلينا نروح لصاحبنا، ما يمديني الا ولا يباني ارجع هنا. او سبحان الله جاب لي لين عندي، والله تبشر والله تبشر. طيب يا اخوان مثل ما تشوفون هنا على اليمين واضح ان الموضوع فيه لفصفصة، فنجلس نفصفص في الجهاز لين ما نصلح بطاريته او نستبدل بطاريته. وهنا يقول لي نصيحة، لازم انك تطور تسوي ابجريد للسكرو درايفر عشان يمديك تفصص وتهندس في الألعاب هذه. طيب نقول بسم الله، نزوم نبدأ نلعب. وين الشاشة؟ تست ديفايس بروكن، ما زال بروكن. اوكي هنا يقول لي ابجريد $80، يس سوينا لها ابجريد. الحين نسوي روتيت، نفتح لهذا. اوكي اخوان الظاهر هذه البطارية، لا هذه البطارية، المهم متوصلة يعني. الحين ايش نحتاج؟ نفتح لهذا، نفتح لهذا، بسيطة نطلع البطارية يرميها هناك. حلو، وايش بعد؟ لازم نبطل الاغراض هذه كلها. طيب الحين فوق على اليسار يقول لي عندك اسمبلي، الظاهر انه هو اللي بيركب لي الاغراض بعد ما اصلح. اذا كانت الاغراض صلحانة ما فيها شيء، ما فيها شيء خربان مثل هذا، ريبليس نسوي البطارية $15، نسوي لها ريبليس خلاص. مفروض الحين تركيب، ايش هذا؟ اما نجلس نركب الحين كل شيء من جديد. اي أيوة والله البطارية الجديدة، و نشبك البطارية. يعني لازم تتذكر شو اسمه، وبعدين تركب الأزرار. ايش سوينا بعدين؟ سكرنا الغطاء، بعدين نسوي له روتيت، سكر المسامير، نجرب بسم الله، بس جود. يا سلام. وكذا يا اخوان اليوم اسعدنا طفل، شكرا لكم على المشاهدة. فلذلك اتمنى ان توصلون هذا المقطع 20 لايك، وتكتبوا لي كومنت وش رايكم في هذه اللعبة، اذا ودكم نشتريها اذا نزلت ونكمل نزل يعني في القناة عنها. شكرا على المشاهدة مرة ثانية، ونشوفكم على خير. سلام عليكم.